السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مصر الزراعية لزراعة الأسطح. في هذا الفيديو هنعرف مع بعض إيه هي المحاصيل اللي بتزرع في بداية الشتاء وحتى طوال الشتاء. المحاصيل اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي بتزرع في بداية من أول بداية شهر 10 إلى أواخر الشتاء. تزرعها في أي وقت من الأوقات دي ما عندكش مشكلة خالص. طيب إيه بقى اللي بيتزرع في الوقت ده؟ بيتزرع في الوقت ده البرسيم، الكرنب، القرنبيط، الثوم، البصل، فول الصويا، الجرجير، الشبت، البقدونس، الفجل، اللفت، البنجر، وحاجات كتير تانية. انزلوا تحت في صندوق الوصف هتعرفوها. ده كان فيديو النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس الرمادي ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وزي ما تعودنا في كل فيديو، ازرع في الدنيا نبت على الزراعة. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ونسيت اقول لكم، لازم قبل ما نزرع اي حاجة من الحاجات دي لازم يتم حرس الارض جيدا واضافة لها السماد البلدي او الكمبوست. مع السلامة.